ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، وحشتوني جدا جدا. النهارده هحكي لكم قصه من اجمل القصص الرومانسيه اللي ممكن تتابعها، روايتنا للكاتبه الجميله سوما العربي. يلا بينا نتابعها مع بعض. وقبل ما نبدا احب افكركم، لو انت لسه ما اشتركتش في القناه اتمنى تشترك فيها وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد. ولو عجبتك القصة ما تنسونيش بلايك فضلا وليس امرا. ويلا بينا نبدأ. وفي اوضتها هي امها كانت بتتكلم على التليفون في محادثة جماعية مع ريتا ومليكة، فاتكلمت جودي بخوف وقالت الحقوني الحقوني هياكلني، اقسم بالله هيبلعني. ايه في ايه؟ ايه اتكشفنا؟ وفي لحظتها قفلت جودي التليفون بسبب دخول قاسم عليها، ووقف قصادها وهو بيقول بقى انا قاسم مهران شوية عيال يلعبوا بيا الكرة بتستغفلوني، عاملة فيها فقد الذاكرة، بقى انا اجري زي المجنون على المستشفى والخوف قتلني عليكي، ما فكرتيش فيا؟ ما فكرتيش انا كنت هموت من القلق عليك ازاي؟ يا قاسم اصل ايه؟ ها؟ انا تعملي معايا كده؟ ثانية يعني انتي ما كنتيش فقد الذاكرة لما سبتي الواد الملزق ده يمسك ايدك ودخلتي عليا بيه تقولي ده خطيبي؟ اتسعت عينيها لانها مدركة صعوبة عاملتها، وهي شايفة بيجمع الخيوط ببعض وقال طب بذمتك في راجل يرضى على نفسه ان مراته تدخل عليه تالت يوم فرحهم بواحد وتقول ده خطيبي؟ اسمعني بس انا والله انت عارفة انت عملتي فيا ايه؟ اتجوز ومن اول يوم متحفظة وبعيدة عني وبعيدة عني، وصبرت وقلت معلش، الاهم انها بقت معايا، بقت في بيتي وعلى اسمي قدام عيني وجنبي، عذرتك وقلت معذورة، لكن تمثلي عليا يا جودي، انام واصحى الاقي مراتي حبيبتي مش فاكراني، بتسأل الناس اللي المفروض انا اقرب لك منهم مين ده؟ ازاي تعملي كده؟ يا قاسم انا جيتلك وشرحتلك حلفتلك اني ما عملتش كده، كان لازم تثقي فيا اكتر من كده، الحب اساسه الثقة، وانتي ما وثقتيش فيا كفاية، مفيش راجل يستحمل على نفسه ولا على كرامته اللي انتي عملتيه، بحبك بس الاكيد اني مش انا الراجل اللي يتعمل فيا كده، والاكيد ان كبريائي ورجولتي فوق قلبي وفوق كل شيء. قاسم لا. هتقولي ايه؟ ها؟ هتقولي ايه؟ لو كنتي اكبر من كده شوية يمكن كنتي عقلتي الموضوع اكتر من كده، لكن فعلا انتي طفلة، كلهم كان عندهم حق، وانا غلطت لما مشيت ورا قلبي الاول مرة. بصت له بصدمة وهي شايفاه بيرميها بأسوة بكلماته، وخرج بعدها وقفل الباب وراه، فبصت للباب وفضلت تبكي وتشهق بقوة وهي خايفة انه يسيبها ويمشي. اما قاسم فخرج من الفيلا بغضب شديد بدون ما يرد على نداء والديه، وركب عربيته وسقها بغضب شديد، وخرج وراه عادل وهو بيحاول يلحق بيه عشان يهديه. فبصت نوال تجاه مجدي وقالت شكلنا غلطنا يا مجدي وزودناها. لا أزمة وهتعدي، احنا عملنا الصح، كان لازم يتأدب، ودي قرصة ودن بسيطة ليه عشان يرجع عن الطريق الوسخ اللي كان ماشي فيه. بس مش كده، ده كده أقل حاجة جنب عقاب ربنا اللي كان بيعمله مش شوية. طب ومراته؟ لو بيحبها هيرجع لها وهو بيحبها. وطلعت مها لقضتها مع جودي اللي لقيتها في حالة صعبة وهي واقعة على الأرض وبتبكي وتشهق بعنف، وجريت عليها وخدتها في حضنها وقالت شش اهدي اهدي، مشى مشى يا مها هيسيبني. وفكرك احنا هنسيبه؟ لا طبعا، بس انتي اهدي كده واستعيذي بالله من الشيطان الرجيم. بدأت جودي تستعيذ بالله
لحد ما هديت شوية فقالت مها: دلوقتي يا جودي انت لازم تروحي تذاكري، امتحانك بعد بكرة. انا في ايه ولا في ايه يا مها؟ هو ده وقت مذاكرة بذمتك؟ ايوة، امال تسقطي؟ وفكرك قاسم هيعديها؟ ما تزوديش الطين بلة، والغلط يبقى غلطين. خلصي بس امتحانات ونفضلوا، هم كلهم اسبوعين. مسحت دموعها بكف ايديها وراحت تجاه مكتبها الصغير وقعدت عليه وهي بتحاول تذاكر دروسها، ولكن هيئة حبيبها ما فرقتش عينيها. ولكن من الضروري ان تذاكر كويس عشان ما يزعلش منها. وبعد مرور اسبوع كانت جودي لسه قاعدة في فيلة قاسم ورفضت ترجع مع مها، فمن الممكن انه يرجع ويلقاها في بيته زي اي زوجة مستنية زوجها بعقل وحكمة. اما هو فكان في حالة صعبة بيتعذب وهو بعيد عنها، ولكن لسه غضبه مسيطر عليه، بيروح لشركته وبعدها يختفي ومحدش بيعرف عنه اي حاجة. حتى عادل صاحبه اتبدلت حالته وبقى دايم في الشروط في الايام الاخيرة. وبنروح لمحسن ومها اللي كانوا منشغلين في وضع اللمسات النهائية لمكتبهم الهندسي، وكمان عش الزوجية اللي بيجهزوا فيه، وهم سعداء جدا بنتيجة مجهودهم. وبنروح لجودي اللي انهت امتحانها وقعدت وهي بتتأكل من الحزن والغضب، فهبت من مكانها وما ردتش على رتال صاحبتها، وركبت تاكسي وأملت عليه العنوان، وبعد شوية اقتحمت مكتبه بدون ما تسمع كلام سكرتيره الجديد، ودخلت لقاسم وقالت: عايزة اتكلم معك. شاور قاسم بيده لسكرتيره، فانصرف فورا ووقف قصادها وهو ساكت وبيتمعن فيها لأنه اشتاق لها جدا، ولكن كبرياءه منعه. فلاحظت جودي انه مستني كلامها وبيبص لها بمنتهى البرود، وده اللي زود من غضبها، فقالت بقوة: انت مش بتيجي بيتك ليه؟ عشان انا فيه مش عايز تشوفني؟ شايفني غلطانة قوي كده؟ وانت الشريف اللي اتضحك عليه، متضايق اني مسكت ايد يامن وقلت عليه خطيبي؟ عارف انت مسكت ايد كام واحدة ودخلت في علاقة مع كام واحدة قبل كده؟ جودي، دي حاجة ودي حاجة. انت راجل ما ينفعش اقارن نفسي بيك، بس انا كمان كان لي عذري لما الاقي صديق طفولتي بيضحك عليا وبيعمل كده. كنت عايز اعرف ايه اللي وراه، خصوصا اني اتأكدت انه وراه حاجة. ما كانش قدامي حل تاني. بتقول ان الحب ثقة واني ما وثقتش فيك كفاية، ها؟ انا جيت لي صور ليك في سويت والهانم واقفة وراك تقريبا من غير هدوم، ومع ذلك كذبت عيني وقلت اكيد فوتوشوب. سألت والكل اكد انها حقيقة، ومع ذلك وثقت فيك وما جيتش حتى عتبتك ولا حتى طلبت تفسير. قلت اكذب عيني ولا اكذب قاسم حبيبي، لكن اتفاجئ بيك بتقولي الاول مرة لا مش هنخرج. وقال ايه؟ اروح عشان اذاكر واكتشف انك رايح مع نفس الزفتة لبيتها وفي اوضة نوم لوحدكو. عايزني افكر في ايه؟ بتوريها ساعتك وهي بتنور في الضلمة، بتقول ان طفلة وهم كان عندهم حق يحذروك. فعلا انا طفلة وقعت في حب واحد شاف كتير قوي، وواحدة طيبة زي ما تنفعش معاه، وغلطت اني ما سمعتش للي حذروني منك. ارجع بيتك يا قاسم، انا خارجة منه ومن حياتك. انت يلزمك واحدة اعقل من كده، واحدة كبيرة وناضجة عني. قالت كده وقررت تمشي، ولكن مسك قاسم يدها بمنتهى القوة وهو بيبص لها، فبصت له بقوة وغضب وقالت: سيب ايدي. هو انت فاكرة انك لما تحبي تمشي هتمشي؟ لا، انا قدرك يا جودي. بعدت عنه وهي بتبص له بشراسة وقالت: قاسم انا قلت همشي يبقى همشي.
ما اهتمش لكلامها لأنه اشتاق لاسمه منها ومن صوتها الجميل، وبص لها بتمعن وقال: عمرك ما هتطلعي من بيتي يا جودي، انت خلاص بقيتي جودي قاسم مهران. لو فاكرة انك وقت ما تحبي تخرجي هتخرجي، تبقي على نياتك قوي. انا قاسم مهران يا جودي. بصيت له بغضب، اما هو فلانت ملامحه وكمل كلامه وقال: قاسم مهران اللي بيعشقك، طبعا انت غلطتي، بس انا واجب عليا اصلح لك غلطتك واحتويكي وافهم انت عملتي كده ليه، والمهم انك عرفتي اني كنت مظلوم. ها هتصالحيني ازاي؟ نعم، مين اللي يصالح مين؟ انت تصالحيني، انت اللي مزعلني. انت مش فاكر انت قلتلي ايه؟ اتهمتني اني مش بثق فيك واني شكيت فيك من اول غلطة، ما تعرفش اني كنت عقلة لأقصى درجة، وبعدها تقول عليا طفلة وكله حذرك مني، وانك ندمان لأول مرة في حياتك، وكمان سبت البيت عشان عارف اني فيه رسالة واضحة وصريحة انك مش بتيجي عشاني، لكن لو مش هناك هتروح عادي. لا يا قاسم، انت اللي مزعلني مش انا، وعلى فكرة انا معترفة بغلطتي وعارفة اني مفيش حد يستحمل اللي حصل في موضوع يمن، بس حط نفسك مكاني، لما تفاجئ بيه بيعمل كده ساعتها افتكرت كل كلامك عنه ورفضك الشديد لصحبيتنا، واللي خلاني اوافق ادخل اللعبة دي لما جاب لي مامته اللي هي صاحبة ماما الروح بالروح، وتعتبر هي اللي مربياني، ولاقيها بتأكد كلامه اللي ما حصلش. كان المفروض اعمل ايه؟ قولي انت. شش، اهدي اهدي. واخد نفس عميق وقال: بس ده ما يمنعش ان اللي عملتيه كان صعب، صعب قوي على اي راجل. فبعادت نظرها بعناد، فابتسم بحب وقرب منها بحنان وهو بيحضنها وبيتنفس عطرها وقال: وحشتيني قوي، اوعي تبعدي تاني، انت مكانك حضني. فرفعت ايديها وبدلته بحضن بشوق كبير، شوق لأول راجل في حياتها. فبعد عنها وهو مبتسم وقال: نروح بيتنا بقى. ما انت ما كنتش بتيجي عشان انا هناك. انا بعدت عشان اقدر افكر واهدى من ناحيتك، اللي عملتيه ما كانش قليل برضو. وهديت؟ لا. فبصيت له بشك وخوف فكمل كلامه وقال: بصراحة لا، لان زي ما قلتلك ان اللي عملتيه صعب جدا ان راجل يقبله على نفسه، وانا كمان مش اي راجل يا جودي. مش بس كده، لا ده انا قررت اعاقبك بس وانتي جنبي وقدام عيني، اخلي بالي منك وفي نفس الوقت هعلمك ما تعمليش كده تاني. هو انت ليه بتتكلم كده كأنك ولي امري؟ ضحك بقوة فزادت وسمته وتاهت هي فيه، فاتكلم وقال: هو انت ما تعرفيش اني بقيت ولي امرك؟ وبعدين انت ناسيه يوم الحادثه اللي كلمني قال لي انت ولي امر جودي محمد؟ وسكت شويه وكانه افتكر حاجه، فاتكلم وهو بيقرص ودنها وقال: لكن مين اللي كلمني في الفون ده يومها يا هانم؟ اه والله دي مليكه. مليكه؟ على اساس ان عندي عمى اصوات مش عارف افرق ما بين بنت وولد. اه والله والله مليكه، من ابلكيشن بيغير الاصوات. ده انتو جيل ما يعلم به الا ربنا. ايه كل الانبهار ده؟ ده موجود من زمان قوي. بقيتي لمضة؟ لا بس دخلت عليا، انا شويه عيال زيكو عارفوا يضحكوا عليا. بس ما تقولش عيال. لا عيال، واصلا انت متعاقبه يعني ما تعترضيش على كلامي حاليا لحد ما ينتهي عقابك. يلا على البيت. سحبها معاه ومشي بيها لخارج الشركه وساء عربيته وهو بيفتكر كلامه مع مها. وبنرجع فلاش باك لما دخلت معه علي مكتبه عشان تتكلم معه، فاذن ليها بالجلوس واتكلمت وقالت: قاسم بيه، انا طبعا مش حابة افتح في مواضيع هتضايقك وتعصبك، بس احنا فعلا لازم نتناقش في الموضوع ده. حضرتك يوم ما حبيت جودي كان لازم تكون واخد بالك،
من ان فرق السن والخبرة هيأثر على حاجات كتير. اتضايق قاسم من سيرة فرق العمر فاتكلمت وقالت: انا مش قصدي حاجة، ودي حاجة ما تعبش فيك ولا تقلل منك. الحب ملوش علاقة لا بالعمر ولا بالفوارق الاجتماعية، بس انا قصدي ان حضرتك تكون واخد بالك ان جودي وبحكم سنها مهما كانت عاقلة او مهما كانت محترمة وطيبة، اكيد هتقع في مواقف تكون اكبر منها ومن خبرتها ومن سنها، وده اللي حصل مع جودي، وده اللي ياما انا حذرت منه. بس خلاص، اللي حصل دلوقتي انكم بالفعل متجوزين، حضرتك بتعشقها وهي كمان، انا عارفة قد ايه هي بتموت فيك، يبقى لازم تنهوا الخلاف اللي ما بينكم. انا متأكدة جدا ان حضرتك بتقرص ودنها، بس لكن ما تقدرش تستغنى عنها، وهي صدقني بتتعذب من غيرك قاسم بيه. جودي دلوقتي عندها امتحانات ومش عارفة تركز فيها خالص بسبب ان حضرتك زعلان منها وبعيد عنها. بلاش تبعد عنها اكتر من كده، وحاول تسامح في حقك على قد ما تقدر. حضرتك بالنسبة لجودي مش مجرد زوج او حبيب وبس، لا اسألني انا عنها، حضرتك بالنسبة لها الاهل والظهر والسند، هي معتبرك باباها، عشان كده صدمتها في موضوع دنيا كانت كبيرة عليها جدا. كان بيسمع لها بتركيز وهو عارف صدق كلامها وانها محقة في كل حرف، فاتكلم وقال: بصراحة يا مها، ده بالظبط اللي كنت بفكر فيه، بس كل ما افتكر منظرهم وهم ماسكين ايد بعض وبتقول مخطوبين بتجنن، والبجح ده واقف قصادي وهو بيبصلي وعارف انها مراتي وولا همه، تفتكري هكون حاسس بايه؟ صدقني يا قاسم بيه، جودي كان كل هدفها تعرف ايه اللي وراه، ده غير انها اتحطت في الموقف فجأة ومعرفتش تتصرف، وفي الاول وفي الاخر كل ده كان في مصلحتكم. كشف كذب يامن ودنيا، وهي عرفت نوايا يامن ناحيتها. عندك حق، او بصراحة انا اللي عايز كده، عايز انهي الخلاف ده، كفاية بعد. اتنفست مها بفرحة وبصت لي وقالت بتوتر: بعد اذنك يعني، كنت حابة اتكلم معاك في حاجة كمان. حاجة ايه؟ بصراحة حابة يعني اخد وعد من حضرتك. وعد؟ يعني زي ما حضرتك عارف ان جودي السنة الجاية هتبقى في تالتة ثانوي وبعدها كلية، وهي متجوزة صغيرة جدا، فيعني حضرتك عارف انها ما ينفعش تبقى حامل دلوقتي خالص. غمض عينيه فهو نسى تماما النقطة دي واتكلم وقال: بس يا مها انا عندي دلوقتي 30 سنة يعني. وسكت شوية وهو بيحاول انه ما يتصرفش بأنانية ويفكر في حبيبته الصغيرة وازاي تبقى حامل وهي لسه في المدرسة، فكمل كلامه وقال: خلاص يا مها، انا هتصرف في الموضوع ده، ما تقلقيش، مفيش حمل غير بعد ما تتخرج ان شاء الله، فعلا مش هينفع دلوقتي خالص، هكون بجني عليها وعلى ابني كمان، لان جودي اصلا لسه محتاجة اللي يراعيها، ومش هينفع في يوم وليلة تبقى مسؤولة عن طفل، مع اني متأكد انها هتبقى ام هايلة. قال كلمته الاخيرة وهو بيبتسم بحب، فبصت له مها وقالت: قاسم بيه، ممكن اعترف بحاجة؟ تعترفي بايه؟ بصراحة انا كنت رسمة لحضرتك في عقلي صورة يعني مش ولا بد خالص. فضحك قاسم بصوت عالي وقال: عارف، كنت خايفة على جودي مني وكأني من اكلي لحوم البشر، بس انا عذرك برضو. انا اسفة، بس يعني سمعة حضرتك كانت سبقاني، انا عارف، بس صدقيني كل ده انتهى خلاص، وهبدأ صفحة جديدة مع ربنا. وعلى فكرة انت كمان بني ادمة كويسة جدا، ما تعرفيش انا مبسوط قد ايه من علاقتك بجودي وخوفك عليها، كمان حابب اقولك شكرا جدا. على ايه حضرتك؟ على انك اخدتيلي بالك منها بعد مامتك ومامتها ما توفوا، لحد ما استلمتها منك. بجد حضرتك مفيش زيك كتير، خصوصا بعد الوقفة اللي اخدتها من حياتك اللي فاتت، وانا مطمنة على جودي معاك ومش محتاجة اوصيك عليها، عن اذنك. وقامت من مكانها
وسلم عليها باحترام وتقدير وقال اتفضلي. وبنرجع تاني لجودي اللي لاحظت شروط قاسم وقالت قاسم ايه يا حبيبتي انا اللي ايه انت اللي ايه بقالك كتير سرحان حتى ما حسيتش اننا وصلنا. ابتسم ليها وهو بيحضنها وقال لا مفيش بس مبسوط عشان رجعنا لبعض وانك معايا دلوقتي. ونزلوا من العربية وهم فرحانين جدا ومسكين ايد بعض وبيبصوا لبعض بحب جديد. وفي مدخل الفيلا كان مجدي ونوال قاعدين بيتناقشوا حوالين قضية مهمة باهتمام ومهنية. وفي لحظة واحدة وارتسمت على وشهم الفرحة والدهشة وهم شايفين قاسم داخل ليهم وهو ماسك جودي والفرحة مش سايعاهم. ورجع لوشه الإشراق من جديد فوقف قصادهم وتقدمت نوال وحضنت قاسم بشوق كبير وهي بتقول الحمد لله على السلامة يا حبيبي نورت بيتك كده يا قاسم أسبوع اخص عليك. غصب عني والله يا أمي كنت محتاج أهدى شوية. الحمد لله على سلامتك يا قاسم. بصله قاسم وابتسم بمكر وقال الله يسلمك يا سيادة المستشار. قلبه أسود أوي الولد ده. لا طبعا مفيش أطيب من قلب قاسم. وبص مجدي لجودي اللي واقفة ورا قاسم عشان تسيب لهم مساحة للسلام والعتاب وهي مبتسمة فوجه لها الكلام وقال برافو عليك يا جودي كويس انك رجعتي. جودي اطلعي عشان تاخدي دش وتغيري على ما اخلص كلامي مع والدي العزيز في كلام كتير قوي ما بيننا. حاضر بعد اذنكم اتفضلي. فضل قاسم ساكت لحد ما مشيت جودي وبص لوالديه واتكلم وقال هو دلوقتي بقى انا عايز اعرف ايه سر التغيير العظيم ده مع جودي اللي كنتوا رافضينها رفض قاطع. لا ومش بس كده ده انتوا وقفتوا معاها ضدي. انا ما كنتش معترض عليها لذاتها لا بس كنت معترض على اختلاف ظروفكم وسنكم. هي بنت رقيقه وبريئه كان هيبقى صعب عليها انها تتكيف مع حياتك اللي مليانه بالبزنس والمجاملات والحاجات دي كلها. لكن انا عارفه انها هتبقى زوجه وام هايله. واما شفت قد ايه انت كنت متدمر وحزين لما كانت هتبعد عنك عرفت ان هي دي اللي سعادتك معاها ودي الفيصل بالنسبه لسعادتك. ولو سعادتك مع مين ما كان انا هتحالف معاه عشانك فما بالك لو هي مع بنت طيبه وجميله زي جودي تفتكر هعمل ايه؟ اتفاجئ من كلامها لانه اعتقد ان الفلوس والشغل جعلوها جافه ومتحجره ولكن يبدو ان اخطا الظن فبص لها بحب وبس ايديها وقال ربنا يخليكي ليا يا ست الكل. وبص لوالده وقال اهلا بالبيك بوس اللي كان مسيطني ومسيح لي قدام اللي داخل واللي خارج. اعمل ايه اذا كنت مش هتتربى غير بكده؟ بتتفق مع جودي عليا؟ ده انا ابنك والله. ما هو عشان انت ابني وللاسف واخد كل صفاتي حبيت افوقك واساعدك. بكره هتشكرني على الايام دي. مش بكره لا ده النهارده. وبعدين هو انا اتفقت عليك مع حد غريب؟ دي جودي. مش عارف اقول لكم ايه بس انا كنت فاهم تصرفات كتير منكم غلط وبفسرها غلط. يمكن حياتي اللي فاتت اللي كانت ملخبطه ومش صح هي السبب بس كل اللي فات ده علمني كتير وكشف لي ناس كتير كنت هفضل فاهمها غلط لولا المشكله اللي حصلت لي. خليك دايما متاكد اني في ظهرك ومعاك. يلا بقى يا قاسم اطلع للبنت اللي سايبها بقالك اكتر من اسبوع. بصراحه طلعت عاقله جدا وغير بنات جيلها خالص واصرت انها تفضل قاعده هنا ورفضت تمشي مع بنت خالتها. بجد انا حبيتها قوي. ربنا يخليكوا لبعض يا حبيبي. شكلها بتحبك قوي يا ابني وانت فعلا تستاهل تتحب. تسلمي لي يا ست الكل عن اذنكم. واتجه لاوضته هو وجودي ولقاها خارجة من الحمام بعد ما أخدت شاور وغيرت هدومها وقد إيه كانت ناعمة وجميلة فمسك إيديها وخدها في حضنه وهو بيشم عطرها وقال ياه يا جودي قد إيه كنتي وحشاني اوعي تبعدي تاني. أنت اللي إياك تبعد عني تاني. أنا اليومين اللي فاتوا دول عدوا عليا كأنهم سنين. أنا من غيرك بحس إني مش عايشة. خليك دايما معايا حتى لو غلط
ازعل مني بس ما تبعدش. مش مسموح ببعد تاني ولا ليكي ولا ليا، ولو غلطتي تاني وده المتوقع طبعا انا عارف ازاي هعاقبك. وتحت عيني يا احلى بنوته شفتها، واخدها في حضنه وسواني وبعد عنها وقال: جودي عايزه اقول لك حاجه. قول. انا كلمت دكتوره النهارده وطلبت منها حاجه لمنع الحمل. لمين يا قاسم؟ ليك يا روحي، مش هقدر امنع نفسي عنك وانتي معايا في حضني ومراتي قدام الناس وربنا، وفي نفس الوقت انتي مش قد حمل واطفال وانتي لسه في المدرسه، مش هقدر اضيع مستقبلك، انتي غاليه عندي قوي يا روحي. بس انت اكيد عايز اولاد، مش عايزه اكون انانيه انا كمان، وكمان مامتك وباباك دول طيبين قوي وانا حبيتهم. وهم كمان حبوكي قوي، وبعدين دي مش انانيه، ده الصح. طفله هتربي طفله ازاي؟ اما هم انا هفهمهم واكيد هيقدروا. مش طفله قوي يعني، بس مهما كبرتي هتفضلي بنوتي وحبيبتي ومراتي. ابتسمت جودي وبعد لحظه اتكلمت وكانها افتكرت حاجه وقالت: قاسم انت اكيد مش هتعمل في ابو دنيا كده صح؟ مش للدرجه دي اكيد، هي غلطت بس ربنا كشفها، باباها ذنبه ايه؟ وبعدين هي كمان ما قتلتناش يعني، صحيح كان ممكن بخطتها تفرق ما بيننا للابد، بس كمان ما ينفعش تخليه يشهر افلاسه ويشحته. المسامح كريم يا قاسم، وكفايه عليها انها تهزقت قدام الكل، ده غير انها خسرتك وده اكبر عقاب. قالت كلمتها الاخيره بغمزه عين وخبز، فضحك قاسم وقال: لا ثبتيني، بس على فكرة أنا فعلا لما هديت شوية بدأت أتراجع عن كلامي، وده مش عيب. لو نفذنا كل كلمة بنقولها في عز عصبيتنا كانت الدنيا ولعت. المهم يلا مذاكرة عشان لسه في أسبوع امتحانات، وبعده فرح مها ومحسن. أخدها من إيديها وبدأ يراجع ليها المادة اللي هتمتحن فيها واتكلم بسخرية وقال: بقى قاسم مهران اللي مقطع السمكة ودلها قاعد يذاكر، ده انا كان زماني زمان، كان زمان. دلوقتي هتقوم عشان نصلي العشاء وربنا يكرمنا في حياتنا الجاية كلها ونفضل دايما مع بعض. ابتسم ليها بحب وقاموا عشان يتوضوا. ورجع قاسم لما كان شاب عنده 19 سنة قبل ما ينغمر في عالم رجال الأعمال بكل أغلاطه، وبعد ما انتهى من الصلاة حس براحة نفسية. أخدها للفراش وهو بيحضنها وبيقول: هحاول استحمل واستحمل اقصى درجات ضبط النفس لحد الاسبوع ما يخلص وتخلصي امتحانات يا هانم. ضحكت بقوة فاتكلم بسخرية وقال: اضحكي اضحكي، اذا كنت انا مش مصدق على اخر الزمن قاسم مهران ينام جنب مراته زي الاخوات. نامي نامي. وبعد مرور اسبوع كان يوم افتتاح المكتب الهندسي لمحسن ومها، واللي استغلوه وجعلوه حفل زفاف كمان، فحضر كتير من رجال الأعمال ومن بينهم قاسم وجودي وعادل. أما جودي فكانت واقفة وهي لابسة فستان جميل جدا، وقاسم جنبها فاتكلم بغضب وقال: أحمر أحمر يا جودي، بس وماله، هينفعنا النهاردة برضو، مش الامتحانات خلصت برضو؟ احمر وشها من الكسوف فضحك بصوت عالي، وبعد شوية بص باتجاه عادل اللي كان شارد جدا وقرب منه وقال: لا والله في حاجة، وحاجة كبيرة كمان، ومش هعدي النهاردة غير لما ابقى عارفها هحكي لك، لاني بجد محتاجة اتكلم مع حد، وللأسف مفيش قدامي غيرك. للأسف؟ معلش خليها عليك. قول قول. انا حبيت واحده يا قاسم وعايزه اتجوزها. معقول انت؟ ومالي يعني، مش بني ادم؟ لا مش قصدي، بس طب هي مين وعرفتها ازاي وايه المشكله انك تتجوزها؟ هحكي لك. حكى عادل كل حاجه لقاسم، واللي كان بيسمعه بدهشه واستنكار، فرد وقال: لا مش معقول، بس دي اكبر منك بكذا سنه وكمان مخطوبه، انت تنسى الحكايه دي خالص. يا سلام، بالبساطة دي من امتى وفرق السن بيفرق معاك؟ طب كنت قلت لنفسك الاول، ده انتوا ما بينكوا 13 سنة مش 3 او 4 سنين اللي بيني وبينها.
يا ابني افهم، الطبيعي ان الراجل يبقى اكبر من البنت، وكمان مش عايزين مشاكل مع عامر الخطيب. اهم حاجة اكون فاهمها وقادر احتويها، غير كده يبقى مفيش مشكلة، وده الشرط الاساسي في الحب والجواز، مش كده يا صاحبي؟ قال كده وهو بيبص لجودي، فبص قاسم وفهم قصده وقال بتنهيدة: انا عارف ان عندك حق، بس حبك ده هيقابل صعوبات كبيرة قوي، بس اتأكد اني جنبك وفي ظهرك دايما، ده المتوقع منك يا صاحبي. وراحوا الاتنين لمها ومحسن وباركوا ليهم بالزواج وهنوهم على مكتبهم الجديد. وبعد دقايق دخلت ريتا مع ايهم واتجهوا ناحيتهم وباركوا ليهم وحضنتها جودي بحب، فبص عادل تجاه ريتال وايهم وابتسم وهو بيفتكر اول لقاء ما بينهم، ولكن دلوقتي هو عاشق لواحدة تانية، فاختلفت نظرته ليها كليا. ووقفت ريتال مع جودي وقالت: عرفتي مش يا من سافر؟ فين؟ بابا سفره امريكا، وسمعت انه بيتعالج نفسيا، بس كذا حد من صاحبنا طمني عليه وبيقولوا انه بقى احسن كتير عن الاول. ربنا معاه ويهدي يا رب. وفي المساء بعد ما رجعوا لبيتهم دخلوا لجناحهم، ووقفت جودي قصاد قاسم اللي قرب منها وحضنها وقال بعشق وهو بيبوسها: اخيرا اخيرا هتبقي ملكي. وبسها برقة وهو بيشيلها وراح بيها تجاه فراشهم عشان يبدأوا اول لياليهم مع بعض، وهو يعلمها لعبة الحب، وهي هتستقبل منه كل حاجة لانها بتعشقه لدرجة دوبت قلبها. وبعد مرور 7 سنين وقف قاسم وهو بيبوس بنته اللي عندها 2 سنين واللي اسمها عشق، وهو بيبوس لحبيبته اللي قاعدة وزعلانة. فاتكلم محسن زوج مها وقال: ممكن تفهمنا بس بالراحة كده، انت رافض ليه؟ يعني ايه جوزها يبقى عنده اكبر شركة في الشرق الاوسط للهندسة وهي عايزة تشتغل في شركتك انت ومها؟ اديك بنفسك قلتها، جوزي يعني هتعامل على اني مرات صاحب الشغل، وهيبقى دايما كل اللي حواليا يا منافقين يا ناس مش حابيني وشايفيني جاية اتنطط عليهم بفلوس جوزي، ومش هبقى واخدة راحتي لا في الشغل ولا في زملتي مع الناس. غمض عيني بقوة وهو عارف ان كلامها صحيح لحد كبير، فتنهد وقال: خلاص يا جودي سيبيني افكر. لا يا قاسم بقى بالله عليك وافق، سيبها تجرب وتتعلم يا قاسم يا ابني. ايوه يا قاسم سيبها تاخد حريتها شوية. بس خلاص ايه كلكم معها؟ فتنهد وبص لجودي اللي بتحاول تمسك ضحكتها، فابتسم غصب عنه وقال: خلاص موافق. فرح الجميع بموافقته وكمل كلامه المحسن وقال: بس لو شفت ابنك اللي اسمه شاهين ده مقرب من بنتي تاني هو حر. فضحك الجميع وهم بيبصوا لشاهين اللي استغل انشغالهم بالكلام وراح عشان يبوس عشق اللي كانت نزلت من حضن والدها ووقف جنب جدتها، فبصله قاسم بغضب وبيجري وراه في كل مكان، وتعالت ضحكة الجميع على شاهين وعشق قاسم. ولحد هنا تكون خلصت قصتنا، يا رب تكون عجبتكم. حاولت على قد ما اقدر ان اقدمها لكم بشكل يليق بكم يا احلى متابعين في الدنيا، ومحضر لكم قصة جديدة هبدأ في تنزيلها قريب خالص ان شاء الله، اتمنى تدعموني فيها لانها جميلة جدا. ولو وصلت معايا لحد اللحظة دي في الفيديو ما تنسانيش بقى بلايك وكومنت حلو على ذوقك، ولو انت مش مشترك في القناة يلا بسرعة اشترك فيها عشان تتابع معايا انا فاطمة درويش اجمل القصص والروايات. بحبكم قوي، مع السلامة.